السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة احنا طالعين نعمل خلطة تسمين ان شاء الله النهاردة للفراخ بتاعتنا اللي انتم شايفينها على السطح اهيت. بس بالمرة قلت ايه اوريكم وانا بنضف انا بعمل ايه ونظام ازاي في التنظيف للفراخ. تعالوا يا جماعة بقى يلا نشوف انا بنضف ازاي. انا اول حاجة شلت الطبقة اللي جوه دي خالص قدامكم اهي نضفناها. برضو انا معايا كبيرة اهوت عشان بس يا جماعة يعني يمكن في برضو ناس حبايبة قالت لي انت بتنضفي ازاي وبتعملي ازاي، يعني انا بشرح بالتفصيل على اساس ان انتوا برضو تبقوا عارفين كل حاجة معايا. هي الفراخ في مكانها يا جماعة، ما خربتهاش ولا حاجة. كنست اللي تحتها خالص، يعني شلت اللي كانت الطبقة اللي تحتهم دي خالص شلتها. وهما برضو في المكان عادي ما خربتهمش ولا حاجه زي ما قلت لكم. بس يعني قبل ما افرش بقى طبقه قش او طبقه تبنه او اي حاجه انا معايا الجير يا جماعه، يعني ما تستغربوش ان انا يعني برش الجير والفراخ موجوده في المكان يعني عادي لان هما كبار. بس المهم ان احنا بس ايه ما نعفرش المكان اول خلاص علشان يعني ما نطلعش ريحه هبو ولا حاجه علشان الفراخ. بس انا يعني ايه حاجه خفيفه كده طبق. الجير ده بيجفف مكانهم وفي نفس الوقت لو في اي ميكروب ولا حاجه بيموت على طول، مفيش اي حاجه خالص. بننقل الفراخ من المكان اللي هي فيه وبنبدأ تحتيه اهو، يعني ده يمكن كويس برده عشان الصبه يا جماعه الناس اللي هي بتربى على السطح احنا قلنا بيجفف المكان. دي شكاره الجير يا جماعه اللي انا بدور منها على طول بعد كل تنظيف. بقوم جايبه زي ما انتم شايفين اهوت قدامكم المكان اهو، بعد كل تنظيف بقوم جايبه طبقه الجير دي واقوم رشها. ده شكاره الجير يا جماعه علشان ناس كتير سالتني انت بتجيبيه منين اهو. يمكن برده مكتوب عليها مزارع اهوت اهو. الجير مطفي دي بيجي من عند اي حد بتاع المون اللي هو بتاع الاسمنت والاسمنت الاسمر والابيض والحاجات دي كلها، يعني بيبقى موجود هناك اهو. جر نجم الطرق اهو. مزارع برضو يعني في ناس بتاع مزارع برضو بتاخده بتستعمله. هي الشكاره دي مش غاليه ولا حاجه يا جماعه، بس يعني ايه بتطهر المكان وخلاص. بعد ما عملنا طبقه الجير هنقوم جايبين القش بتاعنا. احنا مش هنسيب الفراخ تنام على كده، هنجيب القش بتاعنا بقى او تبن او نشار اي حاجه متوفره عندك هتقوم عاملاه زي ما انا هعمل كده دلوقتي. بعد ما خلصنا التنظيف اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا فرشنا القش. الفراخ طبعا المكان ما يكون نظيف بتبقى الفراخ نايمه مبسوطه في المكان، بتبقى مفرفشه فيه. المكان لما يكونش نظيف بتحس ان الفراخ صهدانه نايمه، يعني بيبقى في فرق ما بين المكان النظيف يا جماعه والمكان اللي هو مش نظيف. ده بيفرق مع الفرخ كتير. حتى النظافه بتخلي الفراخ اللهم صل على النبي يعني بتحس ان هي كده، يعني الفراخ بتبقى اصلا شكلها نظيف ومنظرها نظيف، بتبقى يعني بتكبر معاك بسرعه الكلام ده كله. انما المكان اللي هو مش نظيف يا جماعه بيبقى صحي طبعا، بيجيب امراض كتير للفرخ، الفرخ بيبقى هزيل ضعيف الحاجات دي كلها. احنا اهم حاجه يا جماعه النظافه علشان الفرخ ما شاء الله يجهل معانا ما يتعبش ما يسيبوش اي مرض. انا بس يا جماعه حبيت انضف قدامكم علشان في ناس حبايبي طلبوا مني يعني انتوا بتنضفوا ازاي الكلام ده كلاته، وانا طبعا لازم ارد على كل سؤال يعني حتى لو كان ايه علشان الناس ما تزعلش مني. فانا بس حبيت اوريكم ايه الطريقه دي. بس برضو ليا رجاء عندكم يا جماعه يعني محدش يزعل مني لو في سؤال يمكن انا ما خدتش بالي منه ولا حاجه، او يمكن انا يعني غبت عنكم في الرد شويه معلش اعذروني، دي والله بيبقى غصب عني. فانا باذن الله هحاول بقدر الامكان ان انا ارد على اسئلتكم كلها، فبس يعني ما تزعلوش مني. ان شاء الله يعني زي ما قلت لكم باذن الله هحاول ارد على جميع الاسئله. خلاص كده تعالوا يلا ما نعمل الخلطه بتاعتنا. بس قبل ما نخش الفيديو يا جماعه ونشوف الخلطه بتاعتنا يعني يا ريت كلكم تعملوا لايك للفيديو، واللي بيشوف قناه الاول مره يا ريت يشترك في القناه ويعمل برده لايك ويعمل اشتراك للقناه. انا عايز الفيديو ده يا جماعه يعني يوصل لاكبر قدر من اللايكات. يلا تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا في ايه النهارده يا جماعه. بنعمل وصفه برده
يعني دي يعتبر وصفة من ضمن خلطات التسمين، لأن زي ما انتوا شايفين وعارفين الفراخ بتاعتنا دي مرحلة تسمين، وكل يوم بإذن الله بنعمل خلطة من شكل. بإذن الله هنعمل خلطة النهاردة يا جماعة بتاعتنا، بإذن الله يا جماعة زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله النهاردة عمرها 33 يوم. يمكن انا وزنت لكم الحجم بتاعها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت، يمكن هم زادوا معانا ما كنت انا وزنه لكم كمان، لان زي ما قلت لكم الفرخه يا جماعه النهارده بيبات بشكل، تصبحي تلاقيه بشكل تاني او بحجم تاني بمعنى اصح. انا كنت صورت لكم عمر 30 يوم، بس بالمناسبه يا جماعه والله يعني محدش يزعل مني، لان انا كنت جيت في اخر الفيديو قلت عمر شهرين، هما فعلا والله عمر شهر كنت وزنكم عمر شهر، بس يعني يمكن غلطه لسان محدش يزعل يا جماعه، لان في ناس لقيتها علقت قالت هم عمر شهر ولا عمر شهرين. هم يا جماعه والله انتوا يمكن شايفين الحجم بتاعهم، عمر شهرين دولت بيبقى رشهم طويل، بيبقى وشهم احمر، الكلام ده كله انتوا شايفين الفراخ اهيت يا دوبك هي شكلها عمر شهر. النهارده وانا بصورها لكم عمر 33 يوم، هي يمكن بتبقى غلطه لسان او انا ببقى يعني سرحانه كده مع نفسي وانا بكلمكم مش واخده بالي من يعني ايه من الكلام. خلاص فاحنا ان شاء الله هنعمل الخلطات بتاعتنا، الخلطات دي جميله جدا يا جماعه، وهي بسم الله ما شاء الله بتجيب نتيجه كويسه جدا معايا، محدش يقول ان هي ما بتجيبش نتيجه يا جماعه، لان انا ماشيه بالخلطات دي على طول، وبسم الله ما شاء الله ما بتخلينيش لا احتاج ادويه من عند البيطري ولا اجيب اي حاجه، هو اللي انا بعمله هو اللي انا بطلع لكم، وده اللي انا بمشي عليه على طول. يمكن في ناس كتير بتشوف الفيديو وتقول لا يا جماعه ده الفراخ ديت اكبر، والله يا جماعه كل اللي انا بقوله لكم ده فعلا ده صراحه وده امانه قدامكم. اللي طبعا انا قلت لكم كتير يا جماعه اللي مش مصدق يجيب الفيديو من اول الدوره ما بدات، انا بجيب الدوره بقول لكم هي يوم كذا، بس انا مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. فالنهارده يعني باذن الله الفراخ بتاعتنا عمر 33 يوم اهيت، فاحنا بنعمل الخلطه بتاعتنا، لان زي ما قلت لكم عند ما بنيجي نبدا بقى عمر التسمين الفرخ يبدا في التسمين ما شاء الله بننزل بالخلطات كل يوم خلطه من شكل ما شاء الله. يمكن الفراخ بتاعتي بتيجي سريعه وبيجي نموها سريع يمكن بالخلطات اللي انا بعملها دي يا جماعه، كل اللي انا بعمله ده عن تجربه وكم دوره انا ربطها معاكم، وبسم الله ما شاء الله يمكن الاوزان يعني ما شاء الله فعلا اوزان كلها اوزان مرضيه. فاحنا باذن الله يا جماعه النهارده هنعمل برده وصفه ايه بقى؟ كركم وحبه البركه والعسل. احنا قلنا يا جماعه باذن الله كل يوم هنعمل وصفه، يوم هنحط الخميره على العلف. قلت طبعا الخميره بتتحط على العلف يومين في الاسبوع وده كويس جدا. ويا جماعه برده في ناس كتير بتسال بتقول الفراخ عندي يمكن عمرها بوصل لشهرين ما بتجيبش احجام مرضيه او خفيفه او كده. اعملوا يا جماعه الخلطات اللي انا بعملها دهيت وما شاء الله والله العظيم هيجي عندكم اوزان مرضيه واوزان كويسه جدا، واعملوا كل اللي انا بمشي عليه دوت. بس قبل كل اللي انا بقول لكم عليه دوت والخلطات والكلام ده كلته، نوع الفرخ اهم حاجه، نوع الفرخ النضيف اللي يجي معاكي ويكبر معاكي بسرعه. مش نجيب يعني فرز تاني او فرز تالت او فرخ يكون مثلا من اللي بتباع في الشارع الفرخ بجنيه والكلام ده كله، ونيجي نقول الفراخ ما بتكبرش، ده هيخسر معاكي وهيبقى بالخساره عليك. انت لو انت جايب الفرخ غالي حتى لو بخمسة جنيه بستة جنيه، بس ما شاء الله هيوفر عليك اكل وهيوفر عليك جهد وتعب، وهي يعني وما شاء الله هيجي معاك هيديك اوزان يعني جميله جدا ومرضيه جدا. خلاص فاحنا ان شاء الله هنعمل الوصفه بتاعتنا النهارده اللي هي زي ما قلت لكم الكركم وحبه البركه والعسل. احنا يا جماعه الكركم بتاعنا ومعايا برده حبه البركه اهي، قصدي الكركم حبه البركه في الاول والكركم، معلش بقى ما تزعلوش هو يعني بتبقى سهوه كده. برضو معايا عسل اهو. الخلطه ديت بتبقى جميله جدا وبتجيب نتيجه يعني كويسه جدا عند الفراخ. خلاص يعني امسك ده كله يا جماعه نقلبه في بعضه، يعني عشان الناس اللي بتقولي طب انت بتعملي على كام كيلو عسل الخلطه ديت، على كام كيلو علف؟ انا معايا حوالي 5 كيلو علف اهو يا جماعه. خلطنا الخلطه بتاعتنا كلها في على العلف بتاعنا، يعني بحيث ان هو ما بيكونش مبلول قوي، يعني بفرك معاك زي ما انت شايفه كده ما بيبانش على اساس الفرخ ياكل منه كويس.
انما لو يعني لو لقيتيه كده عجن في العسل في بعضه ممكن الفرخ يجزع منه وما يرضاش ياكل. يعني اهم حاجه يكون مفرول معاكي على اساس الفرخ ايه ياكل. المقادير ده عليها قد ايه؟ معلقه كبيره حبه البركه، معلقه كبيره برضو كركم، حوالي 3 أو 4 معالق عسل، يعني على اساس ان هما ما يبانوش قوي في الخلطه اللي انت عاملاها. الخلطه دي جميله جدا، الفرخ بياكل منها زي ما انتوا عارفين فوائد العسل وحبه البركه والحاجات دي كلها لها دور كبير في موضوع التسمين ده يا جماعه. بنحط الفراخ بتاعتنا تاكل بقى. يا جماعه وزي ما قلت لكم الفرق لازم يكون الاكل عالي قدامه، الاكل او الميه، على اساس ان هو ما ياكلش وهو بارك على رجليه كده. لا، كل ما الفتح ياكل وهو واقف او هو عاين صدره فوق، كل ما شاء الله يربي الصدر معاكي ويبقى احسن. اما بالنسبه للماء بقى يا جماعه، دي حاجه مهمه جدا في الحر علشان الفراخ ما شاء الله تبقى كويسه وصحتها حلوه معانا. من وقت للتاني برضو احنا يعني بعد يوم كده بنحط الخل على الميه، لان الخل زي ما قلت لكم بينزل من درجه حراره الفرخ. بنيجي برضو بنحط يوم، طبعا الخلطات اللي احنا بنعملها بنفرم الثوم زي ما قلت لكم والبصل والليمون ده بنحط يوم، بنيجي برضو بنحط عسل وليمون في يوم. الحاجات دي كلها، الحاجات دي كويسه جدا للفرخ ما شاء الله، بالذات للفرخ الابيض معاكش، ده بيخلي الفرخ ما شاء الله يجي يجهل ويجي يوم وبيومين زي ما انتم شايفين الفراخ قدامكم اهي بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين اللهم صل على النبي. يمكن في ناس كتير بتستغرب بتقول انت بتربي الفراخ في الحر ازاي؟ الفراخ قدامكم يا جماعه ما شاء الله زي ما قلت لكم الدوره بتيجي معايا ما شاء الله، بتفضل يعني بتفضل ببركه، لا بيتعب منها فرخ ولا بيموت منها فرخ. وزي ما قلت لكم برده يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نشتريش اي ادويه بيطريه من بره، لان انا زي ما قلت لكم يا جماعه انا ما بحبش الادويه البيطريه بالذات للفرخ. يمكن لو احتاجنا قوي نحتاج للفرخ للادويه البشريه. خلاص ده الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعه والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.